Hello everybody, how are you? I hope you are fine. Welcome to When You Listen. It's not listen, it's a review. اليوم معنا مراجعة لخلاصة المستوى الثالث الذي درسناه معا طيلة الفترة السابقة. ولكن before I start, قبل أن أبدأ, I want to tell you, أريد أن أخبركم أنه يوجد في الوصف أسفل الفيديو إجابة الواجب أو الهومورك I give you الذي أعطيتكم إياه في الـ previous video, الفيديو السابق حول about present perfect. أنا أعطيت واجب على الـ present perfect وحل هذا الاختبار موجود في الوصف. So let's get started. خلونا نبدأ نتحدث عن خلاصة الـ level 3, المستوى الثالث. حقيقة يعني in fact we have studied a lot. لقد درسنا الكثير من الدروس والمعلومات في الليفل 3. قد لا أستطيع أن أحصرها in one video, في فيديو واحد. But I'll try to do my best. سأحاول أن أعمل كل ما بوسعي to collect, أن أجمع الدروس في هذا الفيديو وأحاول أعمل معكم مراجعة. As you know, كما تعرفون, نحن درسنا مثلا, يعني كان تركيزي في المستوى الثالث هذا انه انت you will be professional, انك انت تكون محترف in making sentences, في صنع الجمل. وحاولت ان ادربكم كثيرا how to make, يعني correct sentence, كيف تعمل جملة صحيحة, because many students, لان الكثير من الطلاب have big problems, عندهم مشاكل كثيرة في صنع الجمل. At the same time, في نفس الوقت, we studied how to make correct question. درسنا كيف نعمل الـ structure, التركيب الصحيح للسؤال. طبعا بالنسبة للجملة, أنا I tried, حاولت إنه أنا convince you, أن أقنعكم إنه تتحاشوا أن يعني ألا تبدأوا جملتكم بـ subject or verb ثم object. يعني الجملة دائما تتكون كما تعرفون subject, verb, object. يعني this is the structure of any sentence. هذا هو يعني تركيب أي جملة في اللغة الإنجليزية. طبعا بنسبة 90% هناك استثناءات, exceptions, there are exceptions, but ولكن mostly, غالبا this is the structure. هذا هو التركيب الذي عادة بنمشي عليه عندما أنت you want to make sentence. Of course, بالطبع سواء يعني كان present continuous, present simple, past, future, present perfect, التركيب هذا لا يتغير, يبقى subject, verb, object. قد تضيف للفعل ing, it will be present continuous. You can add, تستطيع أن تضيف للفعل ed, it will be past. You can add s, تضيف الs ويصبح present simple, طبعا only مع he, she, it. You can add, تستطيع أن تضيف before the verb, قبل الفعل will, فتصبح future الجملة. ممكن انك انت ايضا تضيف قبل الفعل going to, وهو المستقبل, ويصبح ايضا future in the, يعني في المستقبل عفوا. طبعا هذه الدروس او هذا الموضوع حاولت ان اكرر عليه كذا مرة. We studied also, درسنا ايضا كيف تربط جملك, وحاولت ان اركز قدر الامكان على هذه النقطة وتحدث أنه ربط الجمل, هناك أدوات ربط جمل كثيرة جدا. ولكنني I tried to study with you, حاولت أن أنا أدرس معكم, أوضح لكم اللي هو but, ولكن because, لأن so, لذلك when, عندما. وعملنا عليه تمارين اللي طبعا جديد في قناتي ويشاهد الفيديو مستغرب, سأحاول أن أضع روابط أكثر الدروس التي تهمكم أو اللي بحاول أن أذكرها الآن, سأضعها في الوصف. يعني ممكن تدخل على هذه الفيديوهات وتستفيد منها إذا كان أنت تشعر أنه أنت you are in a need, أنت في حاجة أن تدرسها. طبعا كما حدثتكم, as I told you, درسنا كيف نكون سؤال تحريف, احتراف تكوين السؤال. هناك ترتيب number 1, 2, 3, 4, 5, يعني كيف تقول مثلا أين يعمل عمك,
المفروض السؤال يرتب where does your uncle work? Where does your uncle work? كيف ركبنا هذا السؤال؟ هذا الموضوع موجود أيضا في الدروس السابقة وسأضعه إن شاء الله في الوصف لأن هناك 1, 2, 3 هناك رقم وترتيب معين. درسنا present simple وعملنا يعني مقارنة بين present simple وpresent continuous. إنه present continuous له أكثر من استخدام، يعني ممكن تستخدم present continuous when you talk about an action على الحدث which is happening الذي يحدث at the same time of speaking في نفس الوقت من الكلام. But there is another use، ولكن هناك استخدام آخر present continuous which is future وهو للمستقبل. تستطيع أن تستخدم present continuous للfuture للمستقبل. أيضا you use the present continuous تستخدم المضارع المستمر عندما تتحدث عن حالة مؤقتة وليست دائمة ما تسمى temporary situation الحالات المؤقتة. وهذا الدرس كان موجود أيضا في المستوى الثالث وتحدثنا أن present simple يختلف عن present continuous، نتكلم عن habits العادات الفاكتس الحقائق والpermanent situation الحالات الدائمة. طبعا درسنا الباست الماضي واخذنا تصريفات الأفعال ودرسنا الفيوتشر بنوعين اللي هو الويل والجوينج تو وتحدثنا أنه both of them كلاهما يتحدث عن الفيوتشر عن المستقبل ولكن going to عندما تكون أنت مخطط ومنظم ومرتب للموضوع ومعد له مسبقا ومتأكد you are sure، لكن الويل هو عكس ذلك بدون تخطيط وتنظيم وغير مؤكد. واللي يحتاج شرح أكثر سأضع أيضا الرابط في الوصف. المقارنة we studied also comparison، المقارنة من الدروس المهمة جدا ولا يشعر الطالب أنه he needs يحتاج to compare أن يقارن between thing city دولة مدينة ما بين شخص ما بين موضوع وموضوع، لأنه عندما نتحدث كثير ما نحتاج نقول لا ذلك الشيء أفضل ذلك أغلى ولكن أفضل كتاب قرأته في حياتي أفضل مدرس أفضل كذا، تحتاج المقارنة too much كثيرا but you don't feel that لا تشعر بذلك. درسنا أيضا عن الأسئلة الشائعة وأنزلت أنا عليها كانت ضمن سلسلة السر الذي سيجعلك تتحدث اللغة الإنجليزية في 10 أيام وتحدث I told you أخبرتكم if you want to speak English fast تريد تتحدث اللغة الإنجليزية بسرعة بدون تعمق في grammar تحفظ مجموعة من questions وأنا أنزلتها وسأحاول إن شاء الله سأضعها أيضا في الوصف الفيديو أسفل للذي يريد أن يتابع يعني أو يحفظ هذه الأسئلة حتى لا يتعمق في القواعد ويتحسن في التحدث. نزلنا ايضا كثير من يعني الترجمه كيف تترجم افكارك او جملك مثل اقسم بالله I swear God مثل don't mention it don't play around me لا تلف الدور علي I asked him انا طلبت منه it seems that يبدو ان I think that اعتقد ان don't mention it لا تذكر ذلك عندما يشكرك شخص why don't you عندما تقترح تقول لواحد why don't you go لما لا تذهب why don't you buy لما لا تشتري do you have to السؤال من have to اللي معناتها have to يجب، يعني احنا درسنا انواع الهاف انه هاف بعدها اسم عندي have to يجب have اذا جاء بعدها lunch or breakfast معناه تناول، وهذا ايضا سأضعه ان شاء الله في الوصف بدل الامكان ان شاء الله اتذكر اني انزل كل هذه الدروس في الروابط تحت اللي حاب يعرف انواع الهاف اللي بتتغير. لكن أيضا أنا ذكرت كيف تعمل سؤال من have to هي ليس بالطريقة العكسية، المفروض أن تقول you have to أنت يجب do you have to هل يجب عليك، وهذه من النقاط التي لا يعرفها كثير من الناس، يعني عندما تقول she has to sleep هي يجب أن تنام السؤال منها ليست has she لا it's incorrect غير صحيح does she have to sleep هل هي يجب عليها أن تنام الآن، ويعني مثل هذه المواضيع. وأخذنا whatever you do مهما عملت I will not forgive yourself لن أسامحك wherever you go أينما ستذهب you will find me سوف تجدني in front of you أمامك. أخذنا أيضا whoever you see من ما رأيت يعني لا تخبره على هذا السر whose والwhose هذه تعني لمن whose book is this whose car is this لمن هذه السيارة لمن هذا الكتاب. أخذنا كلمة all وتستخدم مع حرف جر مثل all of you جميعكم all of us جميعنا all of them جميعهم. أخذنا كلمة even وهي معنى حتى كل يعني الدكاترة لم يوافقوا أن يعملوا العملية even حتى الدكتور فلان الفلاني لم يوافق على أن يعمل عملية وعلى هذا الحال يعني
You made me, أنت جعلتني. الميك أخذناها أنه أنت في الماضي منها made. فعندما تريد أن تقول أنت جعلتني غضبان أو أنت جعلتني حزين فتقول You made me crazy, you made me angry. وعلى هذا الحال أخذنا حقيقة مجموعة كبيرة جدا من سلسلة وهي تحت يعني عنوان أتحداك في 20 دقيقة, 25 دقيقة, 23 دقيقة. كانت يعني كثيرة الترجمة هذه كيف تقول أفكارك يعني من العربية إلى الإنجليزية, وسأحاول إن شاء الله أيضا أصححها في الوصف. أخذنا أيضا كيف أنه أنت ما بتفهم الأجانب because لأنهم they link or join يدمجون الكلام مع بعضه. فتحدثت أنه أحيانا أنت تقول is he married ولكن هم يقولون is he married, is he married, did you tell him, مش did you tell him. وتحدثت وحاولت يعني أضم أكبر قدر ممكن من الاختصارات اللي تجعل كثير من الطلاب don't understand, لا يفهمون ما يسمعونه لأنهم يشعرون أن الأجانب يتحدثون بسرعة. و I tried to convince you, حاولت أن أقنعك أنه it's not a matter of fast, لا ليست عملية سرعة ولكن joining or linking, دمج الكلام فيشكل خروج صوت جديد أنت تعتقد أنها كلمة جديدة أنت لا تعرفها, وفي الحقيقة هي كلمات الجميع يعرفها ولكن عندما دمجت فشكلت صوت لا يعرفه الكثير, مثل is she تصبح is she, is she, is she in London, فتقول أنت يعلم الله ما معنى كلمة is she. وتحدثت بشكل يعني كبير وسأضع الوصف لأنه النقاط كانت كثيرة جدا حول هذا الموضوع. أخذت أيضا معكم كيف تستخدم البي, الكثير لا يعرف كيف يستخدم البي, هذه الكلمة كيف تستخدمها, يأتي بعدها اسم, يأتي بعدها صفة, يأتي بعدها فعل مضاف له ING, هذه استخدامات البي اللي كثير ما يعرفها. وطبعا الشرح كان أطول وإن شاء الله سأضعه في الوصف. تحدثت عن المصدر, متى تستخدم المصدر اللي بيغلط فيه كثير من الطلاب, تسمع طالب يقول I can reading, إيش دخل الـ ING هنا يا أخي, I can reading خطأ, بعد الكان الفعل يأتي مصدر, بعد الويل الفعل يأتي مصدر, بعد التو حرف الجر تو, بعد الود, بعد تقريبا أخذنا اللي هو المي المايت, هذه كلها تأتي الفعل مصدر, والمصدر هو الكلمة التي لا يضاف لها أي شيء أو الفعل الذي لا يضاف له أي ING ولا ED, لا تضيف له S, لا تضيف له أي ER ولا أي شيء, الفعل يكون في حالته الطبيعية أو الأصلية. ثم أنزلت فيديو أنا في وجهة نظري أعتبره تقريبا يمكن أهم فيديو في سلسلة المستوى الثالث, وكانت يعني يحتاج يعني كل الفيديوهات مهمة ولكن هذا كان يحتاج إذا في ناس يعني يحتاج أنهم يركزوا ويستفيدوا, كان فيديو ربط أو التحدث عن الجمل الطويلة, كان من الفيديوهات القوية جدا في هذه السلسلة. يعني مثلا أنك كيف تبدأ جملتك بفاعل مش فقط كلمة واحدة, مثلا I like فوتبول, I study English, لا أخبرتكم أن الفاعل هذا قد يكون كلمة أو كلمتين أو ثلاثة, مثل most of the people in the United States, معظم الناس في الولايات المتحدة, هذا كله فاعل. Like أو play أو study ممكن يأتي الفعل بعدهم, ثم ممكن يكون الأوبجكت ثلاثة أربعة خمس كلمات. وهذا الفيديو كان جدا مهم ورائع وأحتاج أن أنت تركز عليه وتعيد النظر فيه أكثر من مرة لأنه it's very important. أخذنا الكلمات والمرادف السينونيم, أخذنا أيضا أنواع يعني كيف أنك تسأل فقط كان فيديو كامل تحت عنوان أتحدث بكلمة واحدة اسمها هل, كيف تفرق ما بين هل أنت, هل كنت, هل عندك, هل تستطيع, هل استطعت, هل كان لديك منزل, كل هذه هل 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 تختلف في اللغة الإنجليزية عندما تبدأ بها السؤال. يعني هناك فرق ما بين are you, do you, can you, could you, will you, have you, did you have, do you have. هذه كانت من الدروس اللي أنا أعتبرها صراحة أنا وجدت مشاهدات عليها قليلة, وأعتقد أنه يعني الدرس هذا يحتاج مشاهدة أكثر وتركيز أكثر من بعض الفيديوهات. فلذلك أنت في المحادثة كثير جدا ما تحتاج تستخدم كلمة هل, هل كنت في البيت, هل كان أخوك معك, هل كنت في المدرسة, هل كان أبوك مريض, هذه كلها مهمة جدا, فعيد النظر في هذا الدرس لأنه مهم جدا وسأضعه في الوصف إن شاء الله. أخذنا أيضا كيف تقول يوجد هناك وهو there is,
والماضي منها there was كان هناك. والسؤال منهم is there هل يوجد هناك أو are there هل يوجد هناك. والماضي منها was there هل كان هناك رجل في الشقة مثلا was there a man in the apartment. هل كان هناك طلاب في السيارة were there students in the car. وحقيقة كانت يعني أمثلة كثيرة ممكن أضع لك الوصف تشاهد الدرس لأنه هذه من الدروس التي يهملها الكثير من الطلاب. أنزلت أيضا عن شرحنا كيف نفرق ما بين do you are you يعني هناك فرق يعني وستجده في الوصف أيضا ادخل فيه وتأكد إنك استوعبت هذا الدرس. أخذنا أشهر العبارات أخذنا جمل ويعني صراحة جميلة جدا تساعدك في إنك أنت improve تطور your speaking skills مهارة التحدث عندك. وأخبرتكم إنك أنت تحفظ هذه الجمل you practice it تمارسها مع زملائك. طبعا الاختبار إن شاء الله سيكون في الفيديو القادم سأضع لكم الاختبار وإن شاء الله سنحله مع بعض في فيديو لاحق بإذن الله. طبعا أنا حاولت إن أنا أتذكر قدر الإمكان ما أخذناه وإحنا أخذنا we have studied more than this أكثر من ذلك. But I hope you will not be in a hurry. أتمنى إنك أنت لن تكون مستعجل. Try to watch the video more than one time. حاول تشاهد الفيديو أكثر مرة and try to do your best. حاول أن تعمل جهدك not to go to the next video unless مش هتروح فيديو الثاني ما لم unless you are 100% أنت 100% you understood the previous one. تفهم الفيديو الذي يسبقه. This is very important to make sure that you understood all the lessons perfectly. هذا مهم جدا عشان تتأكد انك انت فهمت الدروس السابقة بشكل رائع. If you can't understand or if you don't understand these lessons well, you will face serious problems in the future. So take my advice. Study these lessons well. Level 1, level 2, and level 3 are the basics of level 4, 5, 6, 7. If you want to speak English perfectly, you need to be professional in tenses, making sentences, question, negative, how to use the words, how to use the tenses well. أتمنى أن يكون الكلام اللي تحدثته باللغة الإنجليزية يعني is clear واضح لكم. أنا حاولت ما أترجم عشان أحاول أن أخليك تشعر أنك أنت بدأت تفهم معايا. Thank you very much. شكرا جزيلا لكم. إذا كنت جديد في قناتي اضغط أسفل الشاشة تعلم الإنجليزي مباشرة ستظهر لك قوائم التشغيل. ادخل على قوائم التشغيل وستجد الفيديوهات المستويات السابقة الأول والثاني والثالث وادخل من المستوى الذي يتناسب معك أو تجد نفسك أنك يعني تبدأ لابد أن تبدأ منه. شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا تنسى الاشتراك واضغط زر الإعجاب وفعل الجرس طبعا إذا عجبك الفيديو. Thank you very much. See you soon. أراكم قريبا. Goodbye.